مش بنعزل بستحير بروح الشغل في كتير شغلات بطلع تاكسي بشتغل ما في غير المشي بينزل على السوق بياكل لما بتكون تعبان نفسيا شو بتعمل لترتاح؟ ضغري عم حط راسي ونوم بهيك بكون صافي مع ذاتي ما في حل يا شغلات عامة مشوار بنزل بتمشى بتشتغل أنا برتاح بالنسبة لإلي يعني إنه بشتغل بالبيت بضيع وقت البيت إيه يعني بضيع وقتي بطلع أنا أولادي ما في شي بيتعبني نفسيا والله ماني تعبان الحمد لله رب العالمين ماني تعبان كل شي عند رب العالمين أهلا وسهلا فيه ما بيريحني غير النوم برتاح بالنوم في أشخاص معينين بحكي معهم لا بالعكس إنه حدا بيريح يعني أحيانا بشرب فنجان قهوة بسمع فيروز أو بطلع بمشي أو ببوس ابني رياضة أكثر شيء بدي يعمل نفسية بدي يروح يلعب رياضة بفرغ طاقة هاي بتفرغ المرة بالبيت شو؟ والله المرة بالبيت يعني على هو طبعا وضع المرأة يعني بتريح أحيانا وأحيانا طبعا لا يعني ما نقزل على بعض حياة زوجية يوم هيك ويوم هيك شو بتعمل؟ عم نتعب سواء ريحنا حالنا ولا ما ريحنا حالنا بطلع لبرا بطلع على بيت البيت ممكن اتوضى صلي امسك استغفار هيك يعني مع اولادي اكثر شيء الراحه اكثر شيء مع الاولاد بلعب على الموبايل بطلع بمشي بعد عن محلات فيها شيء مشترى بريح اعصابي بحس الشغل احسن من كل شيء